السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي، جبنا لكم الجديد في إطار المواكبة ديال الأشغال اللي كاينة بالقنطرة ديال الصخيرات، واللي كتعرف واحد التوسعة واحد التثنية ديال الطريق اللي صراحة كتبشر بالخير. الطريق المؤدية لشاطئ الصخيرات واللي مؤدية لطريق السيار للدار البيضاء والرباط من المركز ديال الصخيرات، فصراحة شفنا أشغال متقدمة والصورة غنية عن كل تعليق. انا غنقرب لكم من الأشغال. الجميل في الأمر اخوتي واللي غنأكد عليكم باش تردوا البال هو انه كاين واحد المدار دار جديد هنايا. ردوا البال، انا وصيتكم، راه كاينه واحد الرون بوان دار جديدة هنايا، وعندنا التثنية ديال الطريق السيار الطريق المؤدية للشاطئ، التثنية ديال القنطرة اللي صراحة ولات عندها واحد نظرة جميلة كما كتوضح لكم الصورة. اللهم بارك، والله يسخر الأمور يا ربي. صراحة هادشي كيفرح الإخوان، كنشوفوا الطرقان كيوسعوا، كنشوفوا الأشغال في كل مكان، كنشوفوا الأنفاق، كنشوفوا أسواق ضخمة، كنشوفوا كنتمنى الله تيسر الأمور، شوفوا حويجات زوينين أخرين كذلك. الطريق الساحلية حدث ولا حرج، جاي التوسعة داكشي زويون، جاية مشاريع كبرى في الطريق، جايين حويجات إن شاء الله اللي هما مزيانين، نطلبوا الله تيسر الأمور. هذه هي الطريق اللي كتدخل لكازا، هذه الطريق اللي كتدخل للدار البيضاء عبر طريق السيار. الله يسخر يا ربي والله يسهل على الجميع. الطريق هذه كتهبطنا مباشرة لشاطئ الصخيرات، وغلقوا واحد الرون بوان اللي دار تحتها هي جديدة. وفي اليسار كتمشي لبوزنيقة، وعلى اليمين كتمشي القصبة كازينو شاطئ الرمال الذهبية سيد العابد وقيس على ذلك. إلى هنا متتبعينا الكرام، نضرب لكم موعد إن شاء الله في قادم الفيديوهات مع أشغال جديدة إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك والبارتاج باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.